ارجع لحضرتك بقى يا يعني استاذ عصام، وهل انتوا شايفين ان الوقت ده تحديدا ينفع ان احنا المواطن، مش هننكر مواطن تعبان ومواطن غلبان وطالع عينيه من كتر زياده الاسعار وسعر الدولار كل ده، حضراتكم شايفين ان الوقت ده مناسب ان يبقى فيه زياده لسعر المترو؟ بس انا قبل ما ابدا حابب اقول ان يعني المشاهد اللي هو ما بيركبش مترو انفاق، ايه اهميه المترو بالنسبه لسكان القاهره؟ يعني انا عندي سكان القاهره حوالي 22% من سكان القاهره بيستخدموا مترو انفاق. تمام. يعني عندي حوالي 2 مليون ومثلا و6 من عشره راكب بيستخدموا مترو الانفاق، يا بيروحوا شغلهم يا بيروحوا مدرستهم، يا يعني المترو مهم جدا جدا بالنسبه للركاب. عشان انا خلينا نتفق ان انا والراكب والبرنامج والدنيا كلها عايزين نحافظ على المترو ده يقدم خدمه كويسه للمواطن. لا، والمترو مش هننكر ان احنا في ظل الزحام الفظيع اللي احنا فيه بالزبط. هو اسرع وسيله مواصلات دلوقتي بالظبط. فاحنا عايزين نتفق ان احنا لا، المترو ده مهم للمواطن اللي هو بيسكن في القاهره، المترو ده بيقدم خدمه كويسه، كلنا عايزين نتفق ان احنا عايزين نحافظ على الخدمه دي. وهنا الكارثه بتكبر، لانه كل ما الحاجه بتبقى مهمه واسعارها بتزيد حتى ولو كان حاجه بسيطه جدا، ده بيسبب ازمه ومشكله كبيره للمواطن. متفقين، لكن انا عايز اقول ايه، انا هل انا عايز افضل بمستوى الخدمه دي للراكب وعايز احافظ على المنشاه دي، ولا ممكن المستوى بتاعها ينزل؟ لا، انا عايز احافظ على نفس مستوى الخدمه دي، والراكب مستعد من خلال الاستفتاء الرسمي اللي اتعمل في الوزاره، لا في اقبال ان انت بيقول لا انت حافظت على المترو ده. انا المترو بيبقى عطلان ما بلاقيش حاجه مواصله بره اركبها، لا انت لو هتزود نسبه معينه من التذكره انا مستعد وموافق من خلال استفتاء الوزاره. طب انا دوري ايه كهيئه؟ انا دوري مع استلام معالي الوزير الوزاره، انا قدمت له بنقول له يا معالي الوزير احنا كهيئه ايه مصاريفي وايه ايراداتي، وازاي مشروع زي مشروع مترو الانفاق ده ازاي بيخسر. هو معالي الوزير جه قعد معانا ودرس ميزانيتنا، لقى ان احنا في مصاريف جدا جدا. يعني انا هل حد يصدق ان انا بدفع في الشهر 10 مليون لوزاره الكهرباء؟ بدفع قطع غيار، بجيب كل يوم الدولار واليورو عمال يزيد، فانا مصاريفي كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بحافظ على مستوى خدمتي. طيب حضرتك بس اسمح لي هتدخل في النقطه دي، انه المترو المفروض انه بيخسر. خلينا نقول مثلا انه في 30 كرسي في المترو مثلا، تمام. سعر التذكره للمترو جنيه، مظبوط كده؟ جنيه. المفروض ان احنا بنطالب، او يعني سياده وزير النقل بيطالب من خلال الاستفتاء انه تزيد نص جنيه، تمام. يعني تبقى بجنيه ونص، تمام. هل المترو او هل الناس بتركب ال 30 كرسي بس، ولا بنلاقي فيه كثافه كمان اعلى بكتير؟ اذا الدخل بيبقى اكتر، يعني الموضوع ما بيبقاش في المره 30 جنيه، لا بيبقى اكتر من كده، لان احنا بنشوف الناس واقفه وكل الناس واقفه جنب بعض، وما في يعني الطاقه الاستهلاكيه اعلى بكتير من الطبيعي. اذا الخساره جايه منين؟ الخساره جايه منين؟ ما انا ده اللي انا عايز اقوله بقى. انا بالورقه والقلم كده بحسب انا ايراداتي قد ايه من خلال تذاكري واشتراكاتي، من خلال المجهودات اللي بتعملها الشركه الفنيه، بتحاول تدي شركات دعايه بتيجي تعمل دعايه عندي في المترو، من خلال ان انا بحاول اعمل اعلان على التذكره نفسها، باجر اجزاء من المحطات، كل ده بيجيب لي ايرادات معينه. كل ده مثلا بيجيب لي 52 مليون تقريبا في الشهر. طب انا مصروفاتي ايه؟ انا بدفع اجور مرتبات، بدفع اجور للشركات. يعني مش هقف عند حته اجور المرتبات دي. اتفضلي. الاجور مش غاليه. مش غاليه. مش عاليه. هكمل معاك. يعني هكمل معاك. بدفع شركات نظافه. بدفع شركات نظافه. بدفع شركات امن. بدفع كهرباء، بدفع ميه، بدفع بدفع بدفع، انا بدفع اجمالي بدخله 72 مليون جنيه في الشهر. في فرق 20 مليون جنيه. طب انا ايراداتي اهي بالورقه والقلم، يعني خلينا نقول ايه؟ لا انت بتملى المترو ده على اخره وفي نفس الوقت بيجيب لك ايراد زياده، لا انا اهو ايراداتي اهي. مفيش يعني ايه؟ يعني الموضوع مش عايم، لا موضوع محسوب، حسابات، في محاسبين، في جهاز مركزي بيراقب، وفي ميزانيه بتتقدم، فانا بقدم ميزانيتي 52 مليون ايرادات و72 مليون جنيه تكاليف. طب ايه اللي زود التكاليف؟ اللي زود التكاليف تعريفة الكهرباء زادت. اللي زود التكاليف الدولار. اللي زود التكاليف شركات نفسها اللي شغاله دي شغاله بعقد معين، بيقول لك لا انا المواطن ده الموظف اللي معايا ده مش ما اقدرش اديله 500 جنيه في الشهر. عايز ازود له مرتبه، هو بيزود مرتبه بيزود عليا التعاقد. فانا برضو زي ما انا بقدم خدمه للراكب برضو انا عليا مصاريف كتير جدا، وانا من 2006 التذكره ما سددتش. طيب.